إذا أيها المسلم، إذا حضرت درسا أو نظرت في أمر، فإن أردت أن تمتحن وتبتلي انتفاعك من عدمه فانظر في عبادتك هل تغيرت أم لا. انظر فيها من جهتين: الجهة الأولى أن تنظر فيها هل زادت أم نقصت، فإن خرجت من حلقة علم ثم بعد ذلك زادت عبادتك بصدقة أو زادت عبادتك بقيام ليل أو بالتزام سنة من السنن أو قراءة قرآن وغير ذلك، فاعلم أنك قد انتفعت. الأمر الثاني أن تجد أن عبادتك قد تحسنت في أدائها، فيكون قراءتك للقرآن أجود بضبطه، ويكون أداؤك للصلاة أتم بمعرفة سنن فيه وهكذا، أو محذورات كنت تقع فيها وغير ذلك، فإنه حينئذ تكون قد انتفعت.